كابتن انجي خلينا اروح لك. طبعا يمكن بطوله مش بس صعبه زي ما كابتن محمد قال، ولكن الحقيقه كمان هي بطوله مختلفه، كله هيبقى عنده دوافع فيها، خاصه ان هي مؤهله لكاس العالم للانديه. شايفين 15 فريق، اكيد يمكن بطوله الرجال كانت 21، ولكن 15 فريق اكيد هيكونوا داخلين منافسه صعبه جدا، علشان زي ما انا بقول لك بطوله مختلفه عن البطولات الماضيه، ويمكن عايزين يتاهلوا لها بقى بعد غياب سنوات كبيره جدا عن المشاركه في كاس العالم للانديه للكره الطايره. طبعا زي ما احنا قلنا والكابتن محمد صراحه قال، السجوني الكيني دي من الفرق يعني المفروض ان هي كويسه جدا. فرق كينيا عامه الفولي بالنسبه لهم اللعبه الشعبيه الاولى هناك، وخصوصا بنات، فهم بيبقوا مركزين قوي في الفولي بنات. فطبعا هم جايين بثلاث فرق، فطبعا ده يدل ان هو الفرق مش هينه ومش قليله، يعني بالعكس الفرق صعبه. الجزائر برضو الجزائر من الفرق الثقيله اللي بتلعب بسنس ملعب فيه احترافيه شويه، فده برضو بيتقل الجزائر. فاحنا لو احنا بنتكلم على مجموعتنا كمجموعتنا، احنا بنتكلم على السجون الكيني والبيجاي الجزائري، طبعا الفرقتين قويين وهنبقوا يعني فيهم لعب، بطولة مش سهلة يعني زي ما كابتن محمد قال، بس احنا ان شاء الله احنا قدها. هنيجي نتكلم الاول اللي انا بتكلم فيه من الاول خالص، اللي احنا بس تركيزنا يبقى عالي شويه من اول البطوله، علشان نبدا نحط نقطنا صح، ونبدا يعني نبدا نحط الخطوات بتاعتنا صح. ما نستعجلش على حاجه، كل حاجه بتيجي بوقتها، كل حاجه بتيجي واحده واحده. ده حاجات من الحاجات اللي هنبقى احنا مركزين فيها كنادي اهلي. انا مش بيهمني قوي الفرق الثانيه، على قد ما انا ببص على فرقتي انا كفرقه، اللي انا احط خطواتي اللي انا امشي عليها علشان ابدا احط بدايه الخطوه الاولى النهارده عشان ابدا للنهايه ان شاء الله البطوله. فخلينا مركزين الاول على البطوله، على الجزء بتاعنا، على مجموعاتنا. المجموعه الاولانيه الاول اللي احنا لازم نركز معاها النهارده ان شاء الله، ما نستهونش بحاجه، ما نبصش اللي احنا نقول البطوله ممكن تبقى سهله، لا خالص، بطوله صعبه، الفرق كلها جايه قويه، الفرق كلها جايه مستعده. كل الفرق، حتى فرقه اللي احنا كنا مثلا فرقه الزمالك اللي احنا كنا بنتكلم احنا كسبانينها البطولتين، استعدت كويس، داخله بطوله بحماس. فكل ده صعوبات هتقابلنا امتى؟ دوري وسوبر طبعا. فده كلها هتقابلنا صعوبات، فاحنا لازم نركز فيها من الاول ونحط خطوتنا الاولانيه، اول خطوه لينا النهارده ان شاء الله. افتتاح كويس، بطوله كويسه، في نادينا، في جمهورنا، في وسط ملعبنا، فدي كلها حاجات المفروض تدينا حماس قوي ان شاء الله للبطوله تبقى بتاعتنا.